شو تخافير دو مي جوار. شكرا لاستضافتي، انا فخور جدا بلاعبيني وذلك لانها اول مره تتاهل مدغشقر لبطوله كاس الامم الافريقيه، وحصلنا على النقطه الاولى ضد غينيا في ظل وجود بعض التوتر بالفريق، وحصلنا على اول فوز لنا ضد بوروندي، ثم نقوم بعمل اول مفاجاه لنا في البطوله ضد نيجيريا ونتغلب عليها. نحن في طريقنا لنكون فريق كبير، وبالنسبة لنا فقد فزنا ببطولاتنا الإفريقية الخاصة بنا بعد تحقيق كل ذلك. كما أتمنى كل التوفيق لنيجيريا، أنا متأكد أنهم سوف يحققون الكثير في تلك البطولة. اللاعبين فعلوا أمر لا يصدق وأنا أشكرهم بالفعل، كما أننا سعداء لشعب مدغشقر، فأعتقد أن الفرحة هناك الآن جنونية كما أحييهم. أنا فخور جدا لأننا أدينا مباراة كبيرة وكنا شجعان جدا ولم يكن الأمر سهل، فقد استطعنا أن نؤدي بشكل جيد واستطعنا أن نكون منظمين، كما استطعنا على الاستحواذ على الكرة وتسجيل الأهداف.